السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم سام السويدي. البودكاست الجولة التاسعة. قبل ما بعرض عليكم البودكاست، في صفحات عيمة ميزن ساد العيمة أبو العين إحصائية عناوي في سي وورد مين العين، كلها الروابط بتلقون في الوصف. الجولتين القادمتين ستحدد مصير فريق الفكان في ملعبنا وشارجة خارج ملعبنا. ما هي توقعاتكم؟ عدد تصفية 93 بنسبة 44% العلامة الكاملة. صعبة بالذات الشارجة عقدتنا في السنوات الأخيرة وايد صعبة. أنا عن نفسي العين إذا يبغي ينافس على الأقل 4 نقاط، يفوز على خرفكان ويتعادل ضد الشارجة. وهذه مقال اتحاد رياضي لعويس زعيم قادر على التعافي من الكوب المؤقتة سريعا. بلخص ان في اجتماعات اسبوعيه مع الجهاز الفني، وفي بعض اللاعبين بيروحون للاعاره، وفي بعض اللاعبين بيتم استبدالهم مثل ما قالت الشركه. وقال مايد العويس احتمال ان بنتعاقد مع لاعب او لاعبين خلال فتره التغيرات الشتويه على حسب احتياجات الجهاز الفني، فما نتوقع تغيير كبير في الفريق. ولكن الحين عندنا مشكله ثانيه. تقريبا من منبر الكرة الإماراتية أنباء سيرجي روبروف قد يتولى مهمة تدريب المنتخب الأوكراني، فما ندري، بنشوف بنتري إلى شهر يناير أو الانتقالات الشتوية. تغريد محمد حمد يضع أبرز قلبي دفاع في الدوري المصري ضمن اهتمامه. أنباء بحسب مصادر الإعلامية المصرية، نادي العين يضع المدافع الدولي المصري محمد 23 عام لاعب الأهلي، ومدافع المصري حسام عبد المنعم 21 عام لاعب الزمالك ضمن اهتمامه لتعويض المصاب دانيلو. ولكن هل العين يحتاج لاعب محترف مدافع؟ احتمال يرجع بعد كم من شهر او بعد نهايه الموسم. فالاداره لازم تفكر للاسيويه، تحتاج لي 5 لاعبين محترفين ولاعب اسيوي. فاذا رجع دانيلو كيف راح يكون شكل الفريق؟ حاليا عندنا اللاعب رافائيل، لكن مشكله العين مو في مركز الدفاع مثل ما غرت نقاش بعد إصابة دانيلو أربليدا وإشراك اللاعب رافائيل. وفي حال تجنيس إيرك، هل الفريق بحاجة للاعب وسط مهاجم؟ بنسبة 75% نعم، يعني الفريق، لأن العين ما عنده لاعب وسط مهاجم. في الفترة اللي طافت كان عندنا عموري قضى تقريبا 10 سنوات وكان أهم لاعب في الفريق. بعد ما طلع عموري ترك فرق كبير في وسط الملعب، وعقب مرينا فترة صعبة لا موسم الكارثي. من بعد الموسم الكارثي يعني اللاعب جوانكا، والحمد لله توجنا ببطولتين وقام بأدوار تكتيكية، مع أن اللاعب مو بمركزه وسط مهاجم، ولكن لعب في هالمركز وقام بأدوار تكتيكية والحمد لله توجنا بالثنائية. طلع جوانكا، فالحين هالمركز شاغر، ما عندنا لاعب وسط مهاجم في الفريق. فهل العين يحتاج إلى قلب مدافع أو لاعب وسط مهاجم؟ أبغى أشوف تعليقاتكم. تريد إحصائيات عناوي، لا يوجد أجنحة بالدوري أكثر من أجنحة العين مساهمة. يارمينينكو 6 مساهمات، ورحيمي 10 مساهمات، ولابا كوجو 10 مساهمات. ولكن يارمينينكو تكتيكيا تعبان، لأنه سريع وما يقدر يساند الدفاع، ما عنده لياقة. فهالأشياء أثرت عليه منظومة الفريق. مثل ما غرد يو سبورت نيوز، البرو مدرب العين عندما أقول الدفاع فأنا أقصد 9 لاعبين من التشكيل، لأن الدفاع الجيد يبدأ من الوسط، بل يبدأ من الهجوم. الهجوم أولهم اللاعب يارمينينكو. يعني الحين نتكلم مباراة الجاية ضد خرفكان. تغريد نادي العين تفصلنا عن صدارة الترتيب 3 نقاط. ريبروف نتفهم حالة عدم الرضا عن تراجع نتائج الفريق مقارنة بالموسم الماضي. أثق في قدرات لاعبي الفريق، مطالبون بإظهار جدية أكبر وتركيزا أكثر خلال استحقاقاتنا القادمة. إيرك أتقبل النقد برحابة صدر، وعد الجماهير بالقتال من أجل الشعار، عازمون على العودة القوية بالأفعال لا بالأقوال خلال استحقاقاتنا القادمة. إيرك تقييمه وأداء ممتاز، ولكن اختيار للتشكيلة من المدر. إيرك بصراحة قدم مستوى طيب أول 8 جولات، فإن شاء الله المدرب يعالج مشاكل الفريق بالذات في اختيار للتشكيلة ومجاملة اللاعب يارمينينكو. فبنشوف إن شاء الله مباراة خرفكان وكيف راح تكون تشكيلة. هنا الحين نشوف جدول ترتيب الوحدة والشارجة، وشباب الأهلي في صدارة 16 نقطة، وفارق 3 نقاط عن العين. العين في مركز الثامن بعد مرور 8 جولات، 4 انتصارات وتعادل و3 خسائر.
توقعاتي للجولة الجاية أو الجولة التاسعة على السريع، هذه مباريات الجولة التاسعة على السريع: فوز كلب من العين، الوحدة الشارجة تحت شلبة على خرفكان، دبة، الظفرة، بنياس، تعادل كلب من البطايح شباب الأهلي، النصر، الجزيرة، الوصل، وعمان. اللي أنا أتمنى التشكيل الأولى، هذه التشكيل الأولى، تشكيلة متوازنة، لاعبين عندهم لياقة. وعن اللاعب يرمينكو، أنسب مركز بالنسبة لي أشوف أنه يلعب كلاعب وسط مهاجم، لأنه لاعب بطيء ما عنده السرعة، ما يقدر يساند الدفاع، ولكن ممتاز في النواحي الهجومية، في التمرير، في التمركز، لاعب عنده خبرة، فراح نستفيد منه في هالمركز. بالتوفيق للعين ضد خرفكان، وللحين ها أتشاور أحضر ما أحضر المباراة، بس احتمال كبير أن بحضر المباراة. أبغى أشوف تعليقاتكم عن مباراة خرفكان ومباراة الشارجة، كم بيحصد العين بعد جولتين، وهل العين راح يرجع منافسة؟ أبغى أشوف تعليقاتكم. بالتوفيق للعين وفان الفوز، أشوفكم إن شاء الله في الفيديوهات الجاية، في أمان الله.